رفيق كابو على الهواء مباشرة في مداخلة هاتفية، نجم مباراة اليوم وصاحب هدف الفوز على مودرن فيوتشر. رفيق ازيك؟ سلام يا حبيبي، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا رب كويس. مبروك على الفوز النهاردة وعلى الهدف الجميل. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي، ان شاء الله. ماتش كان صعب اكيد قدام فرقة مودرن فيوتشر، فرقة بامكانيات كويسة في مقدمة الجدول، لكن اعتقد كان تحدي مهم جدا بالنسبة لكم، قدرتوا ان انتوا تنجحوا فيه النهاردة وخدتوا 3 نقاط مهمة. اكيد فيوتشر، هارد لك لفيوتشر، فرقة كويسة و يعني فرقة تقيلة في الدوري. احنا الحمد لله جبنا 3 نقط اللي احنا نستحقها، والحمد لله يعني ادينا مباراة كويسة جدا، وبشكر يعني اللعيبة والإطار الفني والطبي وكله. احنا مركزين كتير في الأيام دي كلها، ويعني الحمد لله يعني جاب توقف ده في صالحنا احنا عشان نشتغل كويس ونكمل ونبني على ده ان شاء الله. هل كنت متوقع البداية تكون إلى حد كبير مناسبة لإنبي في هذا الموسم، في ظل إن يعني ما كانش فيه تدعيمات بشكل كبير جدا، في ظل في نفس الوقت الإمكانيات اللي في مختلف الأندية الأخرى، هل كنت متوقع إن أنتوا تبقوا بادين البداية القوية هذا الموسم بالشكل ده؟ الحمد لله. احنا يعني ما جبناش لعيبه، بس الحمد لله اللي موجود زي ما نقول احنا بنتوسي، اللي موجود يزازي. يعني احنا فرقه كويسه جدا وفرقه تقيله، وصح ما عندناش اسامي وكده، بس احنا الحمد لله عندنا يعني ناشئين ما عندنا شاء الله رفيق عليهم. كابو يعني ايه، عندنا رفيق كابو لا مش رفيق كابو بس، في لعيبه كلها بجد. يعني احنا بنتقدم على كل مباراة، بنتعلم وبنشتغل كويس وماشيين كويس الحمد لله، ان شاء الله نكمل على كده بإذن الله. يعني طيب رفيق، المرحلة المقبلة بتشوف ان الطموح بالنسبة لكم بيزيد كمحاولة للوصول لمراكز متقدمة في الجدول؟ اكيد طبعا، اكيد طموحنا يزيد، وان شاء الله يعني لما نتمركز من احنا الاربعه الاولانيين، يعني ان شاء الله احنا الأربعة الأولانيين. حاطين اوبجكتيف ان شاء الله احنا نوصل لكده باذن الله. كل ده بالشغل وبالتركيز وكل حاجه يعني، فاهم؟ تكلمني على دور الكابتن تامر مصطفى معاكم، الراجل بصراحة برضه مقدم مستويات رائعة جدا وإدارة فنية ناجحة، قول لي دوره معاكم إيه في ظل الإمكانيات المحدودة شوية للإنبي هذا الموسم، نظرا للاستراتيجية اللي بيشتغل عليها النادي يعني. والله كابتن تامر يعني اشكره جدا، ان هو مدرب مميز جدا ومدرب يعني كبير، وبنتعلم منه كتير حاجات بجد. يعني من المدربين اللي بيركز كتير في كل حته من المباراه، فاهم؟ يعني بنشتغل كويس وفي تمارين مركزين ومتعلمين كذا حاجه منه، يعني كل شيء متعلمين منه يعني، فاهم؟ فالحمد لله يعني انا بالنسبه لي كابتن تامر من احسن المدربين دلوقتي في مصر والله طب بجد. ده كلام ايجابي. قبل الموسم كان في كلام كتير على رفيق كابو ان هو كان احتمال يمشي، كان جاله عرض بره، هل خلاص استقريت على الاستمرار مع انبي ولا ممكن الملف ده يتفتح تاني في يناير؟ والله صح، الفترة اللي فاتت كان في عرض من بره وكده، بس انا خيرت ان انا يعني ان انا اقعد في انبي، اكمل العقد بتاعي، وان شاء الله لو في حاجة كده كويسة بالنسبة لي او النادي يعني باب مفتوح يعني. بس الباب مفتوح. الباب مفتوح. وانت عندك الرغبة دي؟ انا زي ما قلت لك انا هخلص عادي، وبعديها اللي مسهله ربنا يجي. عقدك يخلص امتى يا رفيق؟ لسه فاضل لي سنتين. لسه ناقص لك 2 سنين، يعني انت مكمل مع انبي لحد لما يكون في عرض مناسب للنادي بالظبط، وليك لو انت في كلاعب. عرض مناسب للنادي الفترة دي ولا الفترة الجاية ولا اللي بعدها عادي، يعني انا بالنسبة لي مركز واشتغل اكتر، وان شاء الله لو كانت حاجة كويسة ليا وللنادي لما لا يعني. ما حدش كلمك من منتخب تونس، من جهاز فني منتخب تونس؟ لا لا خالص، ما فيش حد خالص ولا يكلم. مرة؟ لا خالص مش موجود، عبارة مش موجود. ليه كده؟ ليه؟ حاجة غريبة برضه والله بصراحة. والله انا مش عارف، ان والله ما اعرف والله. يا بص انا ما ركزت في الحاجات دي والله خالص. صح ساعات بحس نفسي ان انا عايز اروح منتخب والبس تيشيرت منتخب واحس نفسي يعني منهم، بس ما جاتش الفرصة. ان شاء الله احنا نشتغل ونجيب اجوان
ونعمل ارقام وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله يكلموني بس. يكلموك بس وانت تروح على طول طبعا. ان شاء الله. طيب إن شاء الله. قول لي الدوري المصري فيه عدد كبير من اللاعبين التوانسه اللي بيقدموا مستويات رائعه، يعني دي ابرزهم مثلا علي معلول في الاهلي، المسلوسي في الزمالك، النجاز في الاسماعيلي، وفي اكتر كمان من كده. هل انت على تواصل معاهم؟ في حد منهم مقرب منك ولا لا؟ كلهم صحابي واخواتي وعلى اتصال معاهم كتير والله. يعني على طول نتكلم. بس اكتر واحد معلول يعني. اكتر واحد معلول على طول باتصال معاه، عشان هو يعني كنا بنلعب مع بعض في الصفاقسي على طول مع بعض هناك. فعلى طول انا معاه يعني. على طول باتصال وبنتقابل. رايك ايه في مسيرته مع النادي الاهلي؟ ايه رايك ايه في مسيره معلول مع الاهلي؟ ده خلاص علي معلول ابن النادي بقى يعني. مسيرته بجد يعني مسيره كرويه كبيره جدا، كلها تتويجات وارقام وبجد يعني. انا بالرأي من احسن باك ليفت في افريقيا، واستحق اكثر من كده والله. اتمنى لك كل التوفيق يا رفيق، لاعب كبير وان شاء الله تتالق اكتر واكتر مع انبي الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا رفيق كابو، طبعا نجم انبي وصاحب هدف الفوز على مودرن فيوتشر.